السلام عليكم، اسمي البراء العوهري، حاليا موظف في جوجل. في الحقيقة أحب نشيد التساقية لتنظيم الفعالية هذه، فعالية ضخمة، فعالية رائعة، العلاقات والحضور صراحة كان فعلا شيء يعني ملفت للنظر. طبعا المحاضرات اللي كانت جدا مليئة بالمعلومات والأشياء اللي تفيد، يعني سبحان الله تنوع الحضور أيضا من جميع مختلف دول العالم، من رؤساء شركات، من الناس ذو نفوذ في الحكومات، أيضا كان له وقع إيجابي على الفعالية. السبيكرز اللي كانوا موجودين طبيعتهم طبعا من مختلف الخلفيات، أيضا ناس في قطاع الطاقة، في قطاع المواصلات، في قطاع الباكينج والفاينانس وإلى آخره. إيش تأثير على الشباب سجل إيفنت؟ تأثيرها على الشباب؟ أنا لاحظت أيضا من الإيجابيات في المؤتمر أو في الكونفرنس اللي هو وجود مختلف النوعيات، منهم من ضمنهم الانتربرنورز، هناك مجموعة كبيرة من الانتربرنورز اللي كان احتكاكهم بالشخصيات هذه اللي هي السي اي اوز والناس اللي لهم نفوذ في الشركات هذه، كان لها وقع إيجابي أيضا. ممكن نشوف بعض الاجتماعات الجانبية اللي قاعدة تصير على هامش المحاضرات المؤتمر، أيضا كان لها الوقع والأثر الكبير عليهم أيضا. هذا باختصار شديد، يعطيكم العافية.